السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، وعندي شوية أخبار يعني زي ما بيقولوا فيهم البهاريز. أول حاجة هو وقفة احتجاجية من حكام الدوري المصري كلهم، لأن ليهم 28 مليون جنيه كمستحقات. مفيش حكم راضي ينزل المباريات، الحكام كلها عاملة اعتراض لأن ليهم مستحقات لجنة حكام كاملة 28 مليون. عايز اتكلم كمان بالنسبة، عندنا لعيب كبير جدا بيلعب في نادي زد من ناشئين نادي الزمالك، نادي زد ونادي الزمالك عاملين توأمة بالنسبة للاعب الكبير المتميز جدا وعمر خضر، خلاص هينتقل لنادي استون فيلا ان شاء الله، اقول لك على التفصيل خلال الفيديو. عندي اخبار سارة ومهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي، التجديد مع محمود متولي، تمديد عقد بيرسي، وكمان الراجل وافق على التمديد عقد اللاعب المميز جدا محمد شريف. وفي امور كتير جدا خاصه بالتعاقدات، اولها ان الراجل متمسك جدا بصفقه اسامه جلال وابراهيم عادل نجوم نادي بيراميدز، لعيبه مهمه، لعيبه متميزه جدا، وانا شايف صعب جدا ان الاثنين يجوا مع بعض. يعني ممكن لاعب زي اسامه جلال النادي الاهلي حاليا مش محتاجه بعد التجديد لربيعه، التجديد لياسر ابراهيم، تجديد لمتولي، كمان عنده محمد عبد المنعم، عنده اربعه بنفس الكفاءه، لعيبه كبيره جدا. مع الرغم هقول ان عبد المنعم فارق شويه عنهم، هو افضل سيرد باك او سنتر باك في مصر كلها، لعيب كويس ولعيب مخضرم جدا ولعيب متميز جدا. عايز اتكلم بالنسبه كمان لبيرسي تاو. بيرسي تاو يا جماعه موضوعه خلصان في حاجه واحده بس، اللاعب لو جاله عرض من اي نادي اوروبي هيسيب النادي الاهلي الموسم القادم، او الموسم ده ممكن النادي الاهلي يبيعه. لو ما جالوش اي نادي اوروبا، اي نادي خليجي، خلاص هيستمر مع النادي الاهلي وهيمدد عقده لمده سنه كمان، وهياخد يا جماعه كمان طرديه 300,000 دولار في حاله تمديد عقده لسنه اضافيه فوق الراتب الاساسي بتاعه. عايز اتكلم في حاجه متميزه جدا ومهمه جدا من كابتن بيبو بنفسه، كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اتكلم مع وكيل جاكسون موليكا. جاكسون موليكا احنا عارفين بيلعب في نادي بشكتاش، جاي له عروض كتير خليجيه، جاي له عروض كمان من تركيا، جاي له عروض من فرنسا، نادي هالوفر النادي الفرنسي المميز اللي كان بيلعب فيه طاهر محمد طاهر، حاطط 3.5 مليون دولار. يعني الصفقه انا شايفها 3 مليون دولار ثوابت و 500,000 دولار كاستثناءات او كمتغيرات. عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا ومميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وكابتن بيبو. كابتن بيبو حمدي فتحي يا جماعه اتباع ب 3 مليون دولار خاصه بالنادي الاهلي، 3 مليون دولار. لاعب لو النادي الاهلي لو اخذ 3 مليون دولار، لو دفع في جاكسون ميكا 3 مليون دولار، انا شايف ان الرقم بالنسبه للعيب بالامكانيات دي، عنده 23 24 سنه، لعيب كبير، اخذ احسن لاعب في الدوري البلجيكي ولاعب كبير جدا في الدوري التركي، وكمان اللاعب مميز جدا في دوري ابطال افريقيا مع نادي مازيمبي واخذ البطوله قبل كده، انا شايفه لعيب كواليتي مختلف. يعني جاكسون موليكا يا جماعه مختلف تماما عن اي لعيب في الدوري المصري، مهاجم بمعنى كلمه مهاجم، لعيب قوي جدا بدنيا، قوي في الثنائيات، كمان بيلعب بدماغه بشكل متميز جدا. عايز اتكلم بالنسبه كمان لحاجه مهمه جدا، النادي الاهلي بيحاول يخلص، خد مني لو حدش هيقوله، من تحت لتحت امام عاشور. امام عاشور في وكيل معروف جدا طول عمره شغال مع النادي الاهلي، قعد مع اللاعب، من احنا عارفين اللاعب بقى اكتر من شهر في مصر، اجازته كلها كانت في مصر، عارفين هو بيلعب في نادي ميتلاند. النادي الاهلي هياخد على سبيل الاعاره لمده موسم مع حقية الشراء بكام بقى؟ ب 3 مليون دولار. هبتيجي تقول لي حمدي فتحي ولا امام عاشور وانت مغمض امام عاشور؟ فممكن النادي الاهلي 3 مليون دولار ياخدهم من النادي الوكره يحطهم في امام عاشور. انا شايف امام عاشور لعيب كبير اصغر من حمدي فتحي، عنده 25 سنه، هيكسر الدنيا لو جه النادي الاهلي، كواليتي مختلف، بيلعب ديفندر مركز رقم 6، لعيب ارتكاز، بيلعب بوكس تو بوكس مركز 8، بيلعب تحت الفرود، بيلعب جناح شمال، بيلعب كمان كشادو سترايكر، ممكن يلعب باك رايت. امام عاشور يا جماعه بيلعب في كل حته في الملعب، ده حقيقة، أنا مش مبالغ، يعني هو عامل زي أحمد فتحي بس هو أحرف من أحمد فتحي، هو عنده إمكانيات وحلول فنية أكتر بكتير من أحمد فتحي. أنا شايف إمام عاشور كواليتي مختلف تماما عن أي لعيب في الدوري المصري. طيب مين النادي الأهلي اللي حاطط عينه عليهم حاليا في الفترة القادمة؟ علي لطفي جاي له عرض رسمي من نادي زد. علي لطفي جاي له عرض رسمي من نادي زد. طب مصطفى شوبير، علي لطفي، مين اللي ممكن يخرج فيهم؟ لو خرج علي لطفي شوبير مكمل، لو شوبير مشى علي لطفي مكمل، بس علي لطفي هيروح زد بنسبه 80%. قعد مع كابتن بيبو، قعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ، قعد مع مارسيل كولر، واتكلم وقال ان هو محتاج يطلع
يلعب كاساسي في اي نادي من الانديه الكويسه، خاصه ان نادي زد بيدفع مبالغ مميزه جدا. احنا عارفين المدير التنفيذي كابتن سيف زاير، وعارفين ان رئيس النادي طبعا المستثمر الكبير نجيب ساويرس. عايز اتكلم بقى بالنسبه لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير جاي له فاركو، نادي فاركو كمان بيفاوض محمد عواد وحاطط 10 مليون جنيه بالنسبه لنادي الزمالك، واستحاله الزمالك وافق المبلغ ده، مش هيوافق اقل من 30 مليون جنيه. طب امتى هيوافق نادي الزمالك؟ لو دخلت في صفقه تبادليه مع اللعيب المميز جدا محمود حماده اللي النادي الزمالك محتاجه. عايز اتكلم بالنسبه، ارجع تاني للنادي الاهلي، مارسيل كولر وافق على اعاره اللاعب المتميز جدا احمد كوكا لنادي فيوتشر. احمد كوكا عارفين ان هو بيلعب ديفندر، بيلعب مركز 6 مركز 8، انا شايفه من اللعيبه المميزه جدا، من كواليتي متميز جدا، لعيب انا شايفه مخضرم، لعيب متميز جدا مع الرغم ان سنه صغير، اللي لعب منتخب شباب منتخب اولمبي كمان، بيلعب بشكل يعني على فترات مع النادي الاهلي، لو كمل بالنسبه لنادي فيوتشر هيكسر الدنيا. تعالى بقى اقول لك بالنسبه لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كابتن بيبو بنفسه قعد معاه، عارفين ان عقده كان 5 مليون جنيه في الموسم، كابتن بيبو عمل له طرديه وصل ل 9 مليون جنيه في الموسم الواحد، 9 مليون جنيه، وجدد عقده لسنتين اضافيين هينتهي في صيف 27. في صيف 27، خد مني محمد عبد المنعم اخره سنه في النادي الاهلي وهيحترف. سنه واحده عبد المنعم وهيحترف، انا شايفه لعيب مميز، كواليتي مختلف تماما عن لعيبه الدوري المصري تماما. عايز بقى اتكلم بالنسبه لعمر خضر اللي انا ذكرته لحضراتكم في اول الفيديو. عمر خضر لعيب كبير جدا، لعيب متميز، كان بيلعب في نادي الزمالك من سن 8 سنين، السنه اللي فاتت نادي زد اخده وخلص مع اللاعب، بس اللاعب لسه عنده، كان لسه عنده 16 سنه، دلوقتي عنده 17 سنه، لسه ما جابش ال 18 سنه. نادي الزمالك ونادي زد قال لك هنسوق اللاعب بشكل متميز جدا، وهيعملوا توأمه وعقود شراكه مع اللاعب. اللاعب لعيب كبير جدا، لعيب متميز جدا، بيلعب جناح شمال وجناح يمين، وحريف جدا، وفي دوره زد المجمعه اللي كان اللي خدها النادي الاهلي، نادي فيتوريا جمالش، يعني المدير الفني بتاع الفيرست تيم اعجب جدا باللاعب. اللاعب بقاله 3 شهور بيعمل معايشه مع نادي استون فيلا. امري مدرب الفرق الاسباني، المدرب المميز جدا اللي كان ماسك الارسنال، كان ماسك فياريال، وحاليا ماسك نادي استون فيلا، مقتنع تماما باللاعب، يقول ان اللاعب مميز جدا، وخلاص عرض رسمي من نادي استون فيلا للاعب الكبير جدا عمر خضر. وبالنسبه للدوري الانجليزي، احنا عارفين كمان يا جماعه ان مصطفى محمد جاي له عرض رسمي من 2 انديه بيلعبوا في الدوري الانجليزي. طب مين هم الانديه؟ نادي استون فيلا عرض رسمي، ونادي شيفيلد يونايتد اللي لسه صاعد من الدرجه الاولى بالنسبه للتشامبيونشيب، او الدوري الدرجه الاولى بالنسبه للدوري الانجليزي، او بالنسبه لانجلترا. احنا عارفين ان في دوري ممتاز وفي درجه اولى، الدرجه الاولى اللي هي بالنسبه لنا احنا الدرجه الثانيه. احنا عارفين ان التشامبيونشيب طبعا نادي شيفيلد صعد خلاص للدوري الممتاز الانجليزي. عايز اتكلم بالنسبه لعرض رسمي من ناديين، نادي استون فيلا ونادي شيفيلد يونايتد بالنسبه لمصطفى محمد. تعالى بقى اقول لك احتجاجات الحكام. يا جماعه الحكام بقى لها اكتر من 10 15 12 اسبوع، عم تتكلم من 12 15 اسبوع ما بتقبضش، اليوم اكتر من 28 مليون جنيه في جميع الدرجات. بصراحه يعني رقم فلكي بالنسبه للحكام، انا شايف احتجاجهم عندهم حق، ان شاء الله يعمل تسويه وكل حكم هياخد جزء من مستحقاته، والباقي ان شاء الله تتجدول على مدار الموسم اللي لسه 4 اسابيع في الموسم. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى التوفيق للنادي الزمالك، اتمنى التوفيق لكل الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده، حابب الفيديو